جمع مناسب، تجمع رائع موجود أمامي وسعيد إن أنا بتكلم قدام هذا الجمع. قانون التأمين الصحي إحنا خلصناه كوزارة الصحة وتراجع مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله بإذن الله من أوائل القوانين التي سوف ترسل إلى مجلس النواب إن إحنا خلصناها إمبارح مجلس النواب إحنا خلصناها. تطوير المستشفيات، قاعد هشام عطر بيلعب على الموبايل ده. تطوير المستشفيات، كل الفريق اللي شغال عارف إن إحنا لا نكل في تطوير المستشفيات بجد، مش كلام، مش بجد. المستشفيات اللي كانت موجودة بنعيد هيكلتها، عندي مثال مستشفى هليوبس اللي قاعد في مصر الجديدة يعلم ما يحدث. 80 مليون جنيه تم تضخم لمستشفى اليوم. الدولار ارتفع، المواد الخام اللي بيستخدم في تصنيع الدواء زادت، شركات كثيرة جدا ما بقتش قادرة تصنع أدوية، يعني ما بقتش قادرة تصنع أدوية، تصنيع الأدوية ده، هذه الأدوية اختفت من السوق. الشيء الغريب والشيء الملحوظ، إحنا عندنا في مصر عدد الأدوية الموجودة المتداولة 12200 دواء. اللي اختفوا فعلا وصلوا لحوالي 800 دواء تقريبا، دي مشكله. ايه الادويه اللي اختفت؟ الادويه اللي اختفت الادويه المتداوله بين الشعب البسيط اللي هي الدواء ابو جنيه 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه و5 جنيه اللي الناس كانت بتشتريها بيسر. لما نيجي نتكلم مثلا على مضاد حيوي، لما نشوف المضادات الحيويه التي بتنتج من الشركات قطاع الاعمال زي شركه النيل وشركه سيد، كان بيطلع الدواء المضاد الحيوي 8 جنيه و7 جنيه، المقابل ليه الدواء اللي بيجي من الشركات المالتي ناشونال احنا بنتكلم في 40 جنيه و45 و50 جنيه. المريض المصري الغلبان او اللي مش قادر ما بيقدرش يشتري ابو 50 جنيه، كان بيشتري ابو 4 جنيه و8 جنيه. هذه الادويه اختفت، الشركات دي مش قادره تنتج. المفروض ان احنا نرفع شويه هامش الزياده بتاعت الادويه دي عشان الشركات دي تقدر انها تعوض الزياده اللي حصلت في سعر الدولار وتقدر ان هي تنتج. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نرفع قوي عشان المريض المصري برضه، الانسان المصري ما يبقاش عبء عليه مالي. الحسبه فيها صعوبه. المعرض والمؤتمر حقيقه فعاليه ناجحه من خلال الحضور الكبير ان شاء الله، ومن خلال اوراق العمل، ومن خلال النتائج والتوصيات اللي نأمل أن تكون عملية واقعية قابلة للتطبيق والمتابعة. مؤتمر وفعالية ناجحة وبإذن الله تستمر كذلك.